كان السياسي بين الأطراف الليبية أن يترجم بمظاهر مسلحة إلى ماذا يشير سيد العقيد هنا؟ هل أنت مع بأنه ربما تنفلت الأمور الأمنية في العاصمة طرابلس مرة أخرى؟ نحن قلناها، انفلات الأمور الأمنية يكمن في إطلاق رصاصة واحدة من أحد الأطراف هي التي ربما ستشعل. ولكن أنا أيضا أريد أن أوضح نقطة. تفضل. لا أتصور وأستبعد من الناحية العسكرية والأخلاقية والأدبية والالتزام الأدبي ما بين قوات المنطقة الغربية أن سيحدث أي مواجهة، نظرا أنهم كانوا رفقاء حرب في مواجهة تشكيلات المرتزقة الفاغنر وميليشيات الكرامة التابعة لمعسكر الرجمة وخليفة حفتر وعقيلة صالح والذين قاموا بالهجوم على العاصمة طرابلس. هؤلاء يا سيدي، هذه القوات هي بمنتهى الوضوح لهم أقارب، لهم أبناء عمومة، لهم أصدقاء، لهم أخوة، لهم أباء، لهم أبناء استشهدوا في الدفاع عن العاصمة طرابلس نظرا للغزو العسكري الذي قاده خليفة حفتر بميليشياته القادمة من أقصى الشرق وبعض من الجنوب وبعض من المنطقة الغربية الذين تم استمالتهم وإغرائهم بالأموال والمناصب وفشل هذا الهجوم، مصحوبين طبعا بقوة عسكرية هائلة من المرتزقة الروس الفاغنر والجنجويد والتشادين، وفشل هذا الهجوم ونالت هذه القوات أو هذه المجموعات خسائر فادحة. نعم. ترتب عليها عدم التفكير مرة أخرى في أي هجوم مسلح. طيب لكن سيد العقيد ذكرت بأن هناك طموحات